موعد جديد لعالم الصحافة عبر الرياضية. خالد البيشي وأنا محمد خاتم نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة. فيه نناقش أخبار الصحف لهذا اليوم وما جاء فيها من تقارير وتحقيقات وحتى مقالات، كل هذا وأكثر في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي في آخر حلقات هذا الأسبوع عالم الصحافة. نذكر كالعادة أن بإمكانكم أن تشاركوا في هاشتاغ البرنامج، هو يظهر أمامكم طوال هذه الحلقة على الشاشة ويظهر الآن عالم أندرسكور الصحافة. بإمكانكم أن تشاركوا بالآراء والأسئلة وحتى الأطروحات والتعليقات في ثنايا هذه الحلقة. أهلا بكم، أهلا خالد. أهلا محمد، حياك الله، حيا المشاهدين الكرام، حيا الزملاء المتواجدين معنا في داخل الاستديو. بالفعل كما ذكر الزميل محمد، اليوم الخميس ونحن في آخر حلقة من حلقات هذا الأسبوع من برنامج عالم الصحافة. اخترنا لكم العديد من الأخبار والموضوعات التي من الممكن أن نتطرق لها إن شاء الله تعالى خلال الساعة المتاحة لنا من خلال هذا البرنامج، ونحاول أن نقدم لكم ما يرضيكم إن شاء الله تعالى. وأيضا بإمكاننا أو بإمكانكم أيضا التواصل من خلال هاشتاغ البرنامج الذي ذكره هو الزميل محمد خاتم، ونتمنى أن تكون المشاركات فاعلة كما عهدنا مشاركاتكم مشاهدينا الكرام. البداية دائما يا محمد معش العادة من الأخبار السريعة. اليوم العناوين الرئيسية ونبدأ فيها. اليوم العناوين الرئيسية في هذه الحلقة: أولا من صحيفة الرياض والتي كتبت: الآسيوي يعد الاتحاد السعودي بإعادة النظر في المراقبين. الخميس يقول: حقوق المنتخبات والأندية المسلوبة فرضت علينا التحرك. ثاني العناوين من صحيفة الرياضي: كابينة الجوهرة بمليون وربع المليون، الرئيس العام يوقع عقد التأجير مع المهيدب ويؤكد أرامكو ستعالج الأرضية. كانت الرياضي. أما الجزيرة فقالت: المدرب استعان بسبعة أولمبيين، النصر يواصل استعداداته للنهضة بمشاركة المالي مايكا. وفي صحيفة الشرق الأوسط: تأجيل مباراة الوحدة من الخميس إلى الجمعة، والدوليون ينعشون تدريبات الأهلي قبل حجر. وفي صحيفة الوطن: مارتن أول العائدين لتدريبات العميد. وفي آخر خبر من أخبارنا الرئيسية مشاهدينا الكرام من صحيفة الرياضية: إطلاق تذاكر موسمية للثلاثي. طبعا قبل البداية وقبل الانطلاق نذكر مشاهدينا الكرام بهذا الخبر الذي كان في الساعات الأولى من بعد مباراة المنتخب السعودي مع منتخب ماليزيا، حيث خرج ثلاثة لاعبين من بعد نهاية المباراة إلى التسوق، وقدمت إدارة المنتخب فيهم تقريرا مفصلا للاتحاد السعودي لكرة القدم، وفي انتظار العقوبات التي سوف تندرج أو تنطبق عليهم في ظل إذا ثبت أن هناك بالفعل خروج من المعسكر دون إذن من المسؤولين في هذا المعسكر. بالفعل كان اللاعبون الثلاثة هم شاي شراحيلي ولاعب نادي النصر بالإضافة ولاعب منتخب السعودي عبد الفتاح عسيري وفهد مولد لاعبا الاتحاد السعودي لاعبا المنتخب الوطني. هم خرجوا
بعد المباراة طبعا في معسكر ما بعد المباراة، بعد أن طلب منهم رئيس البعثة الأستاذ أحمد عيد بالتروي والانتظار حفاظا على سلامة اللاعبين وجميع الأطقم والأجهزة، خصوصا بعد أحداث الشغب التي كانت في المباراة. اللاعبون الثلاثة خرجوا من المعسكر حسب الأنباء، وينتظر في الساعات القادمة أن يعني يبت في هذا الأمر إن كان من مخالفة واضحة وصريحة، وما أو زي ما قال خالد إذا كان ينطبق عليهم شيء من عقوبات سواء داخل النظام الإداري في المنتخب أو حتى على مستوى الاتحاد. خالد اليوم أنا بارد بارد؟ ما أدري ليش، بس في هاشتاج لك أو عفوا تغريدة لك أستاذ محمد، ليت تصح الأستاذ خالد لك عن البرود ونبي تفاعل حماس، ولا ترى من غير القناة؟ يلا عاد أخذك لياقة. طيب خلينا بهذا الموضوع تحديدا. طبعا عبد الفتاح وفهد لاعبين شبان يعني وبيقدموا مستويات جيدة، الأمل عليهم كبير في النادي وفي المنتخب، وكذلك حتى شايع شراحيلي هو لاعب يعتبر الآن من لاعبين خبرة. هذه التصرفات عندما تحدث من لاعبين تعني عدم مسؤولية، تعني عدم إدراك لخطورة الوضع، عدم إيمان أنه فعلا كانت إدارة المنتخب عندما طلبت منهم الالتزام بالبقاء في المعسكر وعدم الالتزام بذلك. أنت كيف شايفه يعني؟ والله شوف محمد، يعني أنت الكلام اللي أنت ذكرت يعني تندرج تحت مجموعة أشياء. يعني خلينا يعني إذا كنا نتكلم عن إدارة المنتخب أو الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس الوفد الأستاذ أحمد عيد طلب من اللاعبين التروي وعدم الخروج من 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 المعسكر نظرا للاحداث التي صاحبت المباراه ونهايه المباراه، طبعا هذا تفسيري في ان يا اما انه شخصيه المدير رئيس الوفد شخصيه ضعيفه ولا يستطيع ان يسيطر على 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 الوضع، ام ان اللاعبون يعني ضربوا بكل التعليمات عرض الحائط وخرجوا لحاجه في انفسهم. يعني ربما هناك رسائل مبطنه حابين يوجهونها اللعبة لإدارة المنتخب للمدرب، وكان هذا نوع من العصيان والتمرد على القرارات التي اتخذت قبل بداية المباراة. وأعتقد من ضمن القرارات كان استبعادهم الثلاثة كانوا خارج ال 11 لاعب اللي شاركوا في الملعب. طبعا هذه وجهة نظري أنا، لكن ما تشوف أنه يعني قد يكون بعيدا عن الرساله مبطنه وكذا، يكون فقط تصرف فردي، راحوا يتسوقون بطريقه او باخرى. يعني هل هم محتاجين التسوق في الوقت هذا؟ يعني يمكن ما حسوا بالمبررات التي وضعتها الاداره وتقييدهم بالمعسكر بعد انتهاء المباراه، حسوا انه منطقي. طبعا انا اتساءل هنا. والله شوف انت تساؤلك في محله، لكن انا ما اجد لها يعني تفسيرات ومبررات تخرج عن هذا الإطار. من يخالف اليوم ولا نجد الردع سيخالف غدا حتى مع النادي. يعني بالفعل يجب أن ننظر الموضوع بعيدا حتى عن الأندية، لأنه في النهاية اللاعب اللي بيتجاوز مرة بالذات في بداية عمر الرياضي ومرتين وثلاث في معسكرات تحديدا، وهي التي يعني تفرض أو يفترض أن يكون فيها الالتزام على أشده، يعني لابد أن يعني يقف الجميع موقف واضح في إنكار فعل اللاعبون أو اللاعبين خاصة. يعني جرت العادة، يعني التاريخ مليء بمثل هذه الأحداث. يعني صحيح دائما مشاكل اللاعبين مع المنتخب دائما تنتهي من دون أن نعرف تفاصيل هذه المشاكل التي انتهت وما آلت إليه نتائج أو العقوبات التي اتخذت ضد هؤلاء. ده كان زمان يا خالد، يعني الحين لازم تعرف الأسباب ولازم نعرف، لازم يطلع بيان توضيحي بكل التفاصيل. والمشكلة يعني أنا يعني بصراحة يعني أجد يعني مبرر لإدارة المنتخب. ليش؟ لأن الإعلام الرياضي عندنا يعني كل ما يكون هناك قرار يتخذ بحق لاعب معين من نادي معين تجد أن الإعلام المؤيد لهذا النادي أو لهذا اللاعب يشن حربا وهجوما على إدارة المنتخب أو على متخذ القرار، ويصف هذا القرار بأنه قرار تعسفي، بأنه قرار انتقامي، بأنه يعني تدخل الميول كان له دور كبير في 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 هذا القرار، ويقارن لماذا لم يطبق في حق اللاعب الفلاني، لماذا لم يطبق في حق اللاعب. فبالفعل يعني تجد أن الأمور ما زالت تحتاج إلى إعادة ترتيب، تحتاج إلى نظام صارم يعطي كل ذي حق حقه. المشاركة مع المنتخب خط أحمر.
صحيح. لا يمكن ان يتجاوزه اي لاعب. ليش؟ لانك انت لا تمثل نفسك ولا تمثل النادي، انت تمثل المملكه ككل. يفترض يعني انك تخرج بكل ما يعكس او ما يعكس الصوره الحسنه عن 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 المواطن السعودي، سواء كنت لاعب او مشجع او غيره من الاشياء التي من الممكن يعني ان تدعو الى السفر خارج ارض الوطن. جميل. خلينا بس طبعا نصر غالب يقول افضل اعلامي خالد البيشي. صح يا نصر غالب. عبد الله العالمي يقول يجب معاقبه الثلاثي الشايع عبد الفتاح وعبد الشايع وعبد الفتاح والمولد باسرع وقت لعدم تكرار ما فعلوه، وليعلموا انهم اتوا لتمثيل المنتخب وليس التسوق. ابراهيم الهديان يقول اللاعبين طلعوا بعد المباراة يتسوقون، لا يوجد قانون ينص على هذا الإيقاف ببساطة. إبراهيم أعتقد أنه كان في قرار واضح أو توجيه واضح من رئيس البعثة بعدم خروج أي من اللاعبين أو حتى جميع الطواقم، يعني كان القصد حفاظا على سلامتهم خصوصا بعد الأحداث التي حدثت. وخرق مثل هذا الأمر يجب أن يعني أن لا نقره. أحمد الغفيري يقول عزيز إيقاف موسم وشطب نهائي، العويران شطب، سامي والتخيفي والدعيع إيقاف 6 أشهر، ثنيان إيقاف الموسم، أما الثلاثية يتوقعها إيقاف شوط. هذا أحمد الغفيري. أحمد أعتقد أنه يعني سحب هذه الحالات في هذا العصر أو في هذه الفترة من الاتحاد السعودي على فترات مضت كان الأمر فيها يختلف تماما طبعا، وكانت الظروف تختلف، وكانت طبيعة يعني كان اللاعبين في غالب تلك الفترات هو يعني يختلف كل هذا الأمر عما أو كل تلك الأمور عما يحدث الآن في حادثة الثلاثي، إن كان من نظام موجود أو إن كان من نص واضح، فتأكد أنه سيأخذون العقاب الكافي المنصوص عليه طبعا، ويتبين في ذلك خالد الاتحاد السعودي كيف يتعامل مع مثل هذه الحالات وإن كان لديه فعل النصوص. بغض النظر عن الثلاثي سواء كان شيء شرحيلي أو فهد المولد أو فهد المولد، طبعا فهد المولد معهم فهد المولد بغض النظر عن هؤلاء الأسماء، لكن كل ما أتمنى يعني أنه يكون في قرار يصدر من إدارة المنتخب على ضوءه، يصدر قرار من إدارات الأندية بإكمال العقوبة على اللاعبين. يعني أعتقد إدارة المنتخب أو الاتحاد السعودي لكرة القدم يعني ما هو القرار الذي سوف يتخذ بحق هؤلاء اللاعبين الثلاثة، يعني منعهم من المشاركة مع المنتخب مثلاً. إذا هم مستفيدين مع الأندية. أتمنى أن القرار يكون يعني حتى يطال مشاركتهم في في في, في الأندية، حتى أن الأندية تقوم على أثر هذا العقاب بإيجاد عقوبة أيضاً مغلظة للاعبين، حتى يدرك كل لاعب أنه هناك التزامات يجب ألا يخرج عنها. صحيح. لا برضو ما نقز من مشاركة المنتخب، لأن بكل بساطة مشاركة المنتخب يعني شرف، والحرمان منها عندما يوضع مثلا قائمة بلاك ليست لفلان أو فلان، بعيدا عن الأسماء الثلاثة اللي أتكلم دائما أنه يعني أعتقد بحد ذاتها وصمة. بوجهة نظري أول قبل الاحتراف أقول لك معك أتفق معك الآن اللاعبين لكن بعد الاحتراف بعد في كل العالم في كل العالم يعني صامويل إيتو في مشاركته في كأس العالم لم يكن ذلك اللاعب الذي عرفناه أيام ما كان في الإنتر. يعني دائما اللاعب أو كان في برشلونة، دائما اللاعب يحرص على يعني أن يحافظ على مصدر دخله. المنتخب يظل بنسبة معينة يظل تشريف. أعتقد المنتخبات الأفريقية اللي يوجد فساد مثلا في إدارات الاتحادات هناك ومشاكل ما بين النجوم الموجودين في أوروبا وبين تلك الاتحادات قد تكون، لكن في حالات أيضا مماثلة في أوروبا بشكل مستمر دائما اللاعبين يفضلون حتى يشاركوا مع المنتخب. دي ماريا لاعب الأرجنتين مثلا كان المشكلة الأكبر التي كانت بينه وبين ريال مدريد كانت على إجبار أو طلب رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، طلب منه أنه لا يشارك في نهائي كأس العالم رغم أنه كان لن يشارك في تلك المباراة، لكن صار في موقف شخصي أو موقف يعني جعل من اللاعب يزعل كثير على رئيس ريال مدريد، لأنه طلب منه فقط أن لا يشارك في مباراة منتخب بلاده، واعتبر ذلك تدخل في واجب عليه. كان أرخيل دي ماريا هو من وقعت معه هذه الحكاية في تلك الفترة من كأس العالم. في لاعبين لا يهمه ترتيب. وأنا أعطيك مثال يعني يمكن أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم يمكن تعج مثل هذه القضايا، تجد أن هناك مشاكل
بين الأندية والمنتخبات على لاعب، وبالتالي القرار أو غالبية القرارات التي تصدر في حق اللاعب أو في صالح النادي للمنتخب. فطبعا هذه من وجهة نظري أنا، فقلت لك قبل الاحتراف ممكن، يعني أنا أتذكر كان في لقاءات للكابتن صالح النعيم والكابتن فهد خميس لاعب المنتخب الإمارات، كانوا يتحدثون عن أن اللاعب يأتي، يعني ما كان في مردود مادي قوي، كان اللاعب يأتي حبا للشعار، حبا للعبة، حبا. لكن الآن وما ألومهم، الآن عاد الاحتراف خلاص، ويجب على برضو يعني أن يراعى كل هذا في المنتخب. كثير من المنتخبات يعني عندما مثلا المنتخب الأسباني أراد المشاركة في كأس العالم، أعتقد كان في وعود من الاتحاد الدولي، وهذه القطوة أرادت في الاتحاد الدولي والاتحاد الإسباني، طلبوا منهم أنه وعدوهم بمبلغ يفوق 2 أو 3 أو 4 إلى 8 مليون يورو بين في كل المنتخبات الأوروبية التي كانت مشاركة. فلا بد أنه يراعى هذه المسألة، مسألة دعم اللاعبين أو مسألة إعطاء اللاعبين في المنتخب من دخل المنتخب ورفع القيمة المالية للمشاركات والمعسكرات وما إلى ذلك. خلينا خالد ناخذ شيء في الهاشتاج. سيرد تقول تخصصك، سيرد تقول طبعا عندي بعض المشاركات ولازم تشاركني خالد. سيرد تقول متى فترة توقف ومتى تعدلون البرنامج ومتى تلغون الموسيقى اللي مع العناوين، وبالتوفيق لكم. نقول إن شاء الله أنه ستشاهدون الأفضل في الفترة القادمة، خصوصا في فترة ما بعد الحج. بن شاهوب أو بن هاشوب، الله دائما عجزة أقرأ اسمك صح يا صديقي، ولكن يقول مرزوقي وش دوره لإدارة المنتخب؟ يا ليت الاتحاد عيد يضع الرجل المناسب بالمكان المناسب. إبراهيم الحواس، لابد يكون مع المنتخب شخص مثل خميس الزهراني، أعتقد يقصد بأنه يكون شخص تربوي أو شخص قريب من اللاعبين. قلمي عصاتي، جميل النكنيم، يقول لن يحدث بحق اللعيبة الذين خرجوا من معسكر المنتخب للتسوق أي شيء، سيخرج من يتحمل المسؤولية من إدارة المنتخب. وتذكروا ما أقول. الشقردي يقول مدام ما في هلالي بيتغاضون، ما لها دخل يا الشقردي. أعتقد عبدالعزيز الدوسري يقول أنا استغرب من مقدمي برنامج أنهم يقرؤون دائما تغريدات أشخاص معينين. أعتقد عبدالعزيز لو أشوف لأول مرة تقريبا أشوف لك مشاركة في الهاشتاج، فأعتقد إن كنت كالبقية في مشاركات مستمرة حتما سنقرأ، ما عندنا شيء نخفي ولا عندنا شيء، بالعكس نتمنى مشاركة الجميع ونحاول أن نقرأ القدر الممكن من المشاركات الهاشتاج. لكن في البعض يتواصل مع كل موضوع مع كل حدث فيتكرر اسمه أحيانا. بدر برناوي، نعم، يقول هذا لا يدل إلا على ضعف الاتحاد. مشعل الدوسري، إبراهيم الحواس أيضا لهم أراء في ذلك. مشعلوف أو مشعلوف يقول ما عجبت الموسيقى. مشعلوف، طيب. رضا أبو ذياب، اللاعبين مستهزئين ولهم شايفين اتحاد الكرة شيء، لا رئيس ولا مدرب. نوال، خلوهم يطلعون للتسوق. وبن شاهو أو بن هاشوب مرة ثانية، ليش اللاعبين ما لهم وقت للتسوق؟ عامر المسهري يقول منور خالد البيشي كأنك قمر 14. شكراً طيب. هذا كل ما نقدم به. أيضا في خبر مهم اللي هو الكسار انتقل البارحة أو أمس إلى الاتفاق ب17 مليون ريال. أحمد الكسار كان مطمعا للأندية الكبرى، كانوا نتوقع أن يكون في الاتحاد، في النصر أو حتى في الأهلي بعد الذهاب المعيوف. لكن الإدارة الجديدة المنتخبة في الاتفاق الشاب بقيادة الأستاذ خالد عبد الله الدبل، يبدو أن المسألة اختلفت اليوم، هم يوقعون صفقة سوبر ستار خلينا نسميها. تدري شو ذكرني الكسار فيه؟ ذكرني بوفون. الله. عندما يعني صدر قرار بحق اليوفي بإنزال الدرجة الأقل، عندما كان هناك تلاعب في بقي معهم. النتائج بقي معهم وساهم مع بقية الزملاء في صعود اليوفي إلى دوري الأضواء، وبالتالي الموسم الذي بعده حقق بطولة الدوري بجهود البيرو بطولة الدوري الإيطالي. فأنا أتوقع أن الكسار بحكم إمكانياته راح يساهم بشكل كبير في يعني إضافة قوة للقوة التي توجد الآن في الفريق الاتفاقي. أعتقد الفريق الاتفاقي القادم سوف يكون الفريق كله شباب. لاحظنا التعاقدات الأخيرة التي صارت، لاحظنا أيضا حرص وحماس الإدارة الجديدة، يبدو أن هناك تحرك على نطاق واسع
من اجل انتشال الاتفاق وعودته الى دوري الاضواء من جديد. طبعا كان حصيله العقد او حصيله الرائدين من العقد هي 7 ملايين ريال واللاعب حصل على 10 ملايين. مباشره الرائد وقع مع لاعب ايضا الاهلي عسيري، اقصد انه انتعشت خزينه الرائديه ويبدو انه خزينه الاتفاقيه مليئه بهذا الكم الذي حدث في عوده اعضاء الشرف وانتخاب الاداره الجديده. خالد الجمعيه العموميه دخل 10 مليون 10 مليون من فقط من تسديد العضويه. نعم. الجمعيه العموميه. نعم. اعتقد ان نادي الاتفاق مقبل على عهد زاهر جديد يعيد الامجاد طبعا العهود السابقه للفريق الاتفاقي. طبعا الفريق الاتفاقي حسب معلوماتي انه اول نادي سعودي حقق بطوله خارجيه، كحقق كاس خليج الانديه عندما كانت تلعب بنظام الذهاب والاياب، ايضا حقق البطوله العربيه وهي كانت اولى البطولات العربيه في الانديه العربيه حققها فريق الاتفاق. وكل هذه الانجازات التي تحققت لفريق الاتفاقي كانت بفضل الله ثم بتواجد الكابتن خليل الزياني الذي كان هو المدرب الذي كان يقود دفه التدريب في الفريق الاتفاقي. طبعا الاتفاق، النهضه، القادسيه وكل الانديه لها محبه وتقدير، ونتمنى يعني ان تشارك كل الانديه من جميع المناطق في دوري عبد اللطيف جميل لكي تكسب الدوري حلاوه، لكي يكون منوع وشامل ويغطي جميع مناطق المملكه. جميل. خلاص انتهينا. طيب نروح للعنوان الاول في هذه الحلقه. طيب. طبعا كل هذا الحكي ولسه ما بدينا العنوان الاول. هو من صحيفه الرياض الاسيويه او يعد الاتحاد السعودي. قالت الرياض بأن الآسيوي يعد الاتحاد السعودي بإعادة النظر في المراقبين. الخميس يقول حقوق المنتخبات والأندية المسلوبة فرضت علينا التحرك. في التفاصيل التي كتبها أسامة النعيمة وخالد غادن، قال أو شدد أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد الخميس في اجتماعه أمس مع أمين الاتحاد الآسيوي وينديسور ومدير دائرة التحكيم الآسيوي يوشيمي على أهمية النظر في القضايا التي تهم الجانب السعودي وتعرض المنتخبات والأندية السعودية من إشكاليات أثرت بصورة سلبية على نتائج عدد من المباريات وتسببت في خسارتها البطولات. شرح الخميس في الاجتماع الذي أخذ طابع الصراحة عددا من الموضوعات بالوثائق التي قدمت مطالبا مسؤولي الاتحاد الآسيوي أن يكون لهم قرار حسم في هذه القضايا لضمان سريان اللعبة بالصورة الصحيحة حتى تكون المنافسة حقيقية، ولا يمكن أن تضيع تضيع مجهودات الأندية والمنتخبات السعودية بكل سهولة. استغرب المسؤولون الآسيويون بعض الموضوعات أبدوا تعاطفا مع الجانب السعودي فيها، مؤكدين أنهم سيفتحون الملفات حتى يكون الوضع واضحا أمام الجميع. تطرق الخميس إلى آخر الأحداث وأبرزها في مواجهة أول من أمس بين السعودية وماليزيا وما صاحبها من شغب جماهيري أثر فيها ولم تستكمل، مطالبا الاتحاد القاري رفع تقاريره إلى الفيفا بانتظار القرار الصارم والرادع. وعلق الأمين على الاجتماع بقوله الجميع يعرف حجم المعاناة والظلم الذي تتعرض له الأندية السعودية والمنتخبات، بالتالي لابد لنا في اتحاد الكرة من وقفة ومواجهة مع مسؤولي الاتحاد القاري لاسترداد الحقوق التي تسلب البطولة والمباريات والعقوبات الغريبة التي تطبق على أنديتنا ولاعبينا ولا نشهدها تطبق على لاعبين وأندية من دول أخرى على الرغم من قيامهم بذات التصرف. فصل كثيرا فيما حدث بالاجتماع وأصدر الاتحاد السعودي قبل ذلك بيانا أصدر بعد الاجتماع بيانا قال فيه هذا الخبر. طبعا هذا الخبر يؤكد النقود اللي اعتدنا على سماحها ما يضي حق وراه مطالب يعني بالفعل يعني حتى وان كنا مظلومين في بعض القرارات التي تتخذ من قبل الاتحاد الاسيوي في صالح كره القدم السعوديه سواء كان المنتخبات او الانديه،
ولكن لا يعني نبعد انفسنا ولا نخلي انفسنا من المسؤوليه. فعدم المطالبه بالحقوق والاصرار على على ان تطلب حقك، وهذا بالتالي ما حدث عندما كان هناك اصرار كما ذكر الاستاذ احمد الخميس، كان هناك تجاوب من الاتحاد الاسيوي لكره القدم، وارتأوا ان هذا الاصرار وكثره الالحاح دلاله على ان هناك ظلم وقع على كرة القدم السعودية، وبالتالي كان التجاوب هو نوع من التهدئة والاطمئنان. لكن تخاف يكون زي تجاوب فلمبان لو تذكر، قصدك بنج هو اسمه فلمبان؟ ايه بيتر فلمبان. بيتر فلمبان ايه، كان تجاوب كثير معنا وفي الأخير قرارات كلها ضدنا، رغم أننا كنا قوياء وقتها، كان الله يرحم عبد الله الدبل والأمير فيصل، يعني ورغم ذلك كان في كثير من المواقف التي يظهر لك الوجه يعني البريء من الاتحاد الآسيوي اللي مصدقين زي الحالة اللي قدامنا، ونحن مصدقين الحالة وتفاجأنا أصلاً. أنا اللي مستغرب محمد، يعني لماذا كل هذا التحامل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على كرة القدم السعودية؟ أنا أتمنى أن يخرج أحد المسؤولين الذي يعي ويدرك ويعلم خوافي وبواطن الأمور داخل أروقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويخرج ويقول الكلام هذا أمام الشارع الرياضي السعودي. يعني نحن بحاجة لكي نعلم. يعني بالأمس أنا تابعت برنامج الملعب، كان مع الزميل خالد اليحيى، وكان ضيوفه الأستاذ عبد الكريم الجاسر والأستاذ القدير عادل عصام الدين، وكان هناك تطرق لهذا الموضوع وتحدثوا عن الموضوع. وبالفعل انا كمشاهد اكتشفت انه هناك تحامل من قبل الاتحاد الاسيوي لكره القدم على كره القدم السعوديه، ولكن لماذا هذا التحامل؟ نحن بحاجه الى ان نعرف التفاصيل، يعني حتى يعني يكون هناك ارتياح واطمئنان لما يصدر من قرارات ولما تؤول اليها النتيجه التي يخرج بها المنتخب السعودي لكرة القدم أو الأندية السعودية التي تشارك في المحافل الآسيوية. السؤال، هل أقصى ما ممكن أن يقدمه الاتحاد السعودي هو مثل هذا الاجتماع؟ هو نعم عملي ومطلوب ولو أنه متأخر، ولكن أن تصل متأخر خير من لا تصل. اليوم في نقاش جيد مع الرئيس المكلف للجنة الانضباط أعتقد، ورئيس لجنة الحكام، واعتراضات يعني خلينا نسميها سلمية وكما نفعل دائما، ولكن الممثلين مثلا الاتحاد السعودي او ممثلي الكره السعوديه في الاتحاد الاسيوي، يعني لابد ان نشاهد حراك اكبر من ذلك، ننبئ عن اعتراضنا على كل ما يحدث، على كل تلك الاخطاء التي تحدث عنها خالد، على كل تلك المشاكل بصوت قوي في داخل الاتحاد الاسيوي عند كل اجتماع وعند كل يعني مناسبه. خالد، في شيء تقرا في الهاشتاج؟ الهاشتاج على تخصصك انت. تخصص ايش جايب يبط؟ ولا تشخص فيه؟ لا تشخص فيه. تشخص علينا. طيب خلينا في تفاصيل هذا الخبر، اعتقد ان اخذنا في كفايتنا، نروح للخبر الثاني وبعدها نقرا في الهاشتاج ان شاء الله. وفي خبرنا الثاني في صحيفة الرياضي، كابينة الجوهرة بمليون وربع، الرئيس العام يوقع عقد التأجير مع المهيدب ويؤكد أرامكو ستعالج الأرضية. وكان يقول سوي السماعة قال سوي المايك، لا تسوي زرار. طيب تفاصيل الخبر، يعني كابينة الجوهرة بمليون وربع، والرئيس العام يوقع عقد التأجير مع المهيدب ويؤكد أرامكو ستعالج الأرضية. طبعا هذا الخبر الذي جاء في صحيفة الرياضي، وقع الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب عصر أمس عقد تأجير أول أجنحة كبار الشخصيات بملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية مع مجموعة المهيدب، وجرى التوقيع الذي يعد الأول من نوعه في الملاعب السعودية بالمركز الإعلامي بالمدينة. وعقب التوقيع أكد الرئيس العام على أهمية هذه الخطوة كواحدة من خطوات زيادة مداخيل الأندية واستثمار المنشآت والملاعب، معربا عن ثقته في المزيد من العقود المماثلة في المرحلة المقبلة، كما أشار إلى أن ناديي الاتحاد والأهلي سيحصلان على 23% من قيمة الدخل لكل منهما، بينما تحصل أندية عبد اللطيف جميل على 23% مما يجدر
ذكره أن قيمة تأجير كابينة كبار الشخصيات تبلغ مليونا وربع المليون ريال. وأوضح الرئيس العام أن الخطوات التطويرية للملاعب ستشهد إضافة أجنحة وغرف بوكسز مماثلة في ملاعب أخرى، رغبة في استثمارها بأفضل الطرق. وحول ارتفاع قيمة عقود هذه الأجنحة قال الرئيس العام: هذه الأرقام متوافقة مع ما يتم في ملاعب العالم، والمهتمون بهذا الأمر يعرفون حقيقة ذلك. طبعا محمد، هذه خطوة جيدة وفي الطريق الصحيح، ولكن تساؤلي أنا يعني هل بالفعل يعني نحن مهيئون ولدينا التوعية الكاملة لأن نتعامل مع مثل هذه الإمكانيات الجديدة التي بالفعل نرى ما بين فترة وفترة أن الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبد الله بن مساعد يحرص على أن يعني يطور في الرياضة بشكل عام، سواء كان على المستوى البنية التحتية أو حتى على المستوى الفني في ما يتعلق بالمنتخبات والأندية. حتى الاستثمار يعني هو رجل الاستثمار في في في, في الرياضة السعودية. هو مسك ملف فترة طويلة، ملف الاستثمار، ملف الخصخصة، وأعتقد اليوم إحنا نشاهد يعني خطوة مميزة. طبعا الخدمات الموجودة أصلا في الملعب يعني هذه الماتيريال، وبعدها تأجيرها بهذه المبالغ، أعتقد أنه أمر جيد، أمر مدير للأندية الغربية تحديدا الاتحاد والأهلي، وكذلك لبقية أندية الرابطة. يعني أي نادي راح يلعب في جدة راح يأخذ على راح يحصل على 23% من قيمة. أنا فهمت أنت أي نادي يلعب في جدة من دخل المباراة راح يأخذ على 23%، والاتحاد والأهلي راح يأخذون 32%. هي أنا توقعت أنه من الإجمالي لا شوف الخبر هنا يقول لك أنه كما أشار إلى أن نادي الاتحاد والأهلي سيحصلان على 23% من قيمة الدخل لكل منهما، بينما تحصل أندية عبد اللطيف جميل على 23%. يعني مثلا أي مباراة راح تقام بين الاتحاد وأي نادي من أندية المناطق الأخرى راح يحصلون على نفس تقصد الدخل من الكباين فقط. نعم. من الكباين. طيب أنت شايف الخطوة أنها مميزة؟ طبعا هي تحدث في جميع الملاعب العالم. انت يعني جيت لعبت مباراه في 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 جده، تقاسمت مع الفريق سواء كان الاتحاد او الاهلي قيمه دخل هذه الكبائن، ولك حريه التعبير عما ترى. طبعا اوضح الرئيس العام ان خطوات تطويريه للملاعب ستشهد اضافه اجنحه وغرف بوكسس مماثله في ملاعب اخرى بالسعوديه، رغبه في استثمارها بافضل الطرق وحول ارتفاع قيمة عقودها. قال: هذه الأرقام متوافقة مع ما يتم في ملاعب العالم، المهتمون بهذا الأمر لا يعرفون حقيقة ذلك. أرضية الجوهرة ذكرت عنها أنه وعد بأنه سيحل الأمر مع أرامكو وأنها ستعالج مسألة الأرضية. بس أنا فهمت الآن خالد 23% للأهلي والاتحاد من كل مباراة. أنا أتوقع أنه في الإجمالي يعني بمعنى كيف لو أجروا مثلا جميع البوكسز مثلا ب 15 مليون 23% هذه توزع ما بين الموسم كامل. أيوة توزع ما بين الاتحاد والأهلي، 23% للباقي أندية الجميل في الرابطة توزع بالتساوي بين 12 نادي الباقين. فأعتقد هذا التوزيع اللي أنا فهمته من الخبر. يعني الآن الأهلي والاتحاد راح يتقاسمون 23%. نعم يتقاسمون 23% أو لكل منهما. لا ما أعتقد سيحصلان من قيمة الدخل لكل منهما، يعني 23 هذه 46 46 وأضف عليها 23 في واحد ما عجبه حكينا الرياضي يقول روح الموضوع اللي بعده. طيب و 46 وأضف عليها اللي هي 69 مع دخل الأندية الأخرى من الرابطة، أعتقد الرابطة تعطى 23% توزع بالتساوي بين 12 نادي الأخرى. طبعًا أنا بصراحة يعني توني طلع على الخبر تفاصيلًا يعني. هو أمس كان في. وفهمت منك الآن. كان في مؤتمر صحفي وكان في. أنا بصراحة فاتني يعني وأعتذر. طيب. خبر بعده. هو
هو بصحيفة الجزيرة، نعم. قالت الجزيرة: المدرب استعان بسبعة أولمبيين، النصر يواصل استعداداته للنهضة بمشاركة مايكا. طيب في خبر الجزيرة والذي كتبه عيسى الحكمي، قال: انتظم المالي مايجا المهاجم الجديد في صفوف فريق النصر في تدريبات الأخير مساء أمس بعد عودته من تمثيل بلاده في لقاء ودي جمع مالي وبنين الأحد الماضي. ينتظر أن يكون مايجا الذي سيحل على حساب الأرجواني فابيان ضمن حسابات المدرب دا سيلفا لأول مرة في مباراة السبت المقبل أمام النهضة ضمن دور 16. على صعيد المنتصر، استعان المدرب النصراوي بستة لاعبين أو سبعة لاعبين أولمبيين نظرا لإصابة لبقاء اللاعبين المصابين، وهم حسن الراهب وعمر هوساوي وإبراهيم غالب والزبيدي، والذين يواصلون البرامج التأهيلية. حسين عبد الغني اكتفى بالمتابعة بعد راحة طبية حصل عليها عقب عملية الأسنان التي خضع لها مؤخرا. طبعا أزمة الغيابات في النصر مستمرة خالد، حتى على مستوى المعسكر أو الفترة التوقف التي مفترض يستفيد منها في ظل وجود عدد من اللاعبين في المنتخب، البقية مصابين. اليوم هو يستنجد بسبعة أولمبيين، لاعب يأتي من سفر اللاعب مايجا ويلعب مباشرة أو يدخل مباشرة في التقسيم أو التمارين. أعتقد النصر يعني ما خدمت الفترة بشكل جيد حتى فترة التوقف، يعني لاحظنا أن هناك أيضا إصابات اجتاحت الفريق النصراوي في الفئات السنية الثلاث، يعني سواء كان ناشئين شباب، ما أدري والله ناشئين شباب أولمبي، لا أنا متابع ناشئين شباب أولمبي، السبع اللاعبين اللي جاي من أولمبي يفترض كان يكون معهم لاعب ثامن لكنه أصيب في إحدى المباريات لفريق نادي النصر لدرجة الشباب أو درجة الأولمبي. طبعا هذا الغياب او هذه الغيابات التي جاءت كما ذكر زميلي محمد انها فتره التوقف لم تسعف الفريق النصراوي في يعني تصحيح وضعه كاحد الانديه التي من المفترض ان تصحح وضعها لعدم قناعه الشارع الرياضي ايضا الجمهور النصراوي بما يقدمه النصراويون في دوري عبد اللطيف جميل. جولتان انتهت بالتعادل وكان فيهما النصر هو الأقرب للفوز للحق بركاب الأندية التي بالفعل يعني استحقت العلامات الكاملة في أول مواجهتين في دوري عبد اللطيف جميل. افترض أن الفريق النصراوي يعني يدخل بعد هذا التوقف بشكل أفضل وبقوة ما لديه من قوة، وأيضا حاول يتغلب على هذا النقص سواء كان نقص الإصابات أو ولكن ربما يشفع الفريق النصراوي عودة لاعبين المنتخب إذا كانوا في حالات جيدة. الكابتن نايف هزازي يبدو أنه راح يعود للمشاركة من جديد. يفترض يعني في لاعبين جاهزين، واعتقد انه النصر قد يبدا بشكل جيد من بدا من كاس ولي العهد، في اكتمال الى حد ما في الصفوف، اضافه الى ان العنصر الاجنبي الجديد متواجد وجاهز فيما يبدو. طبعا 16 دوري يقول اسمه غنام اعتقد او غانم، يجب البحث عن الاسباب مو على طول عقاب. اللاعب يذهب للمنتخب تحت ضغوطات جماهير ومستويات متذبذبه وعقوبة راح يكره المنتخب ولن يعطي، اللي يكره المنتخب لا نشوفه في المنتخب يا 16 دوري. فارس نجد يقول يجب إيقاف اللاعبين ومعاقبتهم ماليا من قبل أنديتهم دون الإيقاف. فارس نجد أوي لهم بس عشان المشاركة. مشعل المطيري يقول ما في قتالية في المنتخب مثل قبل، نحتاج أمثال ثنيان وماجد والنعيمة والهريفي في الروح والمقاتلة على البطولات. نعم مشعل. عبد الله الحمود، لن يعاقب أحد لاعبي المنتخب لوجود القريني والأحداث مشابهة تم تجاهلها كغياب العنزي على المنتخب وانتقاد غالب المنتخب. أعتقد عبد الله أنه يعني كل حالة و يعني لها ما يفسرها اليوم رئيس الاتحاد بنفسه موجود، رئيس الوفد مختلف وسيكون أكيد توقيحات في ذلك. ابتسام من قصيم تقول
معسكرات المنتخب السعودي مثل السجن للاعبين، رجال متزوجين وعندهم أولاد ويعاملونهم كأنهم في مراكز صيفية، خلوهم يكرهون المنتخب، أيضا اللي يكره المنتخب لا نشوفه في منتخب. محمد مدحمي يقول يا أخوان السبب المراقبين، يقصد في موضوع الاتحاد الآسيوي، لا يكتبوا ما يحدث بأمانة، إيران استغلت ذلك، هذا ما يدور. ومن شاهد من جديد يقول مراقبين فاسدين ودهن السير موجود. سلطان يقول يسلكوا لنا الاتحاد النشموري، واضح الاتحاد النشموري مستهدف الأندية السعودية وخاصة الهلال، والدليل العام الماضي. أيضا نوال تقول الأهلي والاتحاد رافضين تأجير أجنحة الجوهرة بسبب الأندية الأخرى ستشاركهم في العوائد. نعم هذا يحدث يعني اعتراض من نادي الاتحاد الأهلي من قبل فترة عن على مسألة توزيع المحاصصة في الدخل. فهد بن حسين، عامر مسهري، أرضية الجوهرة وش حلها؟ النصر غالب، ظلم للاتحاد الأهلي، يقصد التوزيع في ملعب. سلطان شوف تقرأ خالد ما كان متابع متابع تغريداتك. كمل شوفنا في شيء هو اللي لفت انتباهي اللي كانت تغريدة نوال، يعني كانها وضحت لنا نوعا من الخلاف اللي كنت انا وانت فيه، اللي هي ذكرت انه راح يكون في 23% للاتحاد والاهلي، بالاضافه الى انهم سيشاركون الانديه الاخرى في 23% اللي هي الرابطه. اي نعم ستوزع في الرابطه. محمد الهلالي يقول ايش رايكم توقفون البرنامج وتجونا في قريه المديد في الجنوب، اجواء روعه ومرسل صوره، عليكم بالعافيه وتعطونا شوي بس. ابراهيم الحواس، ارجو الاهتمام بالمستجدين لكي ينهض المنتخب السعودي، اعتقد يقصد الشبان العسيري، نتمنى توضحون لنا عن صحه ايقاف لاعبين المنتخب الثلاثه. قرانا انه او تحدثنا في الخبر، ننتظر التحديثات. جنكيز، النصر، غيابات النصر مؤثرة بشكل كبير على الفريق، ولكن سيكون للعالم عودة قوية جدا من مباراة الأهلي القادمة. ودولار أبيض يقول بعودة المصابين والموقوفين سيعود النصر لمستواه بتغيير مدرب، ومحمد حسين سيعود النصر لتحقيق البطولات. نصراوي تيماء، ربما سنرى عمر السومة في المنتخب الإماراتي قريبا، كلامي ليس في الهواء، تذكروا ما أقول سنتذكر. هل هو شارك مع المنتخب السوري؟ هل هو شارك مع المنتخب السوري عمر السومة؟ لا، هو تحدثوا مع قد شارك في فئات سنية، فئات سنية لا تعيق. إذا هو مثل المنتخب السوري أعتقد أن الفيفا لديها نظام في هذا الموضوع. لا هو ما شارك، راح معهم معسكرات. تحدث أنا شفت اللقاء قبل فترة، راح معهم معسكرات، لم يلعب أساسي في لم يلعب في مباريات، لعب في الفئات السنية أعتقد. اليوم أعتقد يتاح له، والدليل إنه واللاعب يبدو إنه عنده هذا الهاجس، والدليل إنه في الفترة الأخيرة كل ما استدعي لمعسكر لا يحضر، وله أسبابه في ذلك نقدرها، ونتمنى لعمر السومة كل خير، ونتمنى أن يكون عمر السومة أيضا يعني في ذهن يعني مسؤولي الاتحاد ومسيري الاتحاد إنه ممكن نسعى لتجنيس مهاجم بجانب مثلا السهلاوي أمس، يعني لو كان بجنب السومة أعتقد سيكون هجوم مختلف. ها تؤيد التجنيس؟ نعم بقوة، حتى بالذات يعني اللي قريبين من البيئة واللي قريبين من الوضع. وبصراحة على طاري عمر السومة، بس عشان نعرف قيمة احيانا بعض اللاعبين مش فقط مستويات فنية. خالد يمكن تشوف الخبر هذا، واذا تاخذ الكاميرا، الهدف انساني. عادل الماس هو من كتب ذلك الخبر، صراحة هو جاء من باب المصادفة، ولكن في عكاظ أنه قام عمر السومة بزيارة مركز الرعاية المتطورة بالعمل الاجتماعي والإنساني في جدة، وقدم هدايا للأطفال وكذا. هذه صورة بصراحة مميزة لعمر السومة مع الأطفال في المركز، وصورة مميزة بصراحة. شكرا عمر السومة لهذا الموقف الإنساني وهذا الهدف الإنساني الذي تسعى إليه. خالد الخبر بعده؟ اليوم خارج اطار الخبر، خارج اطار هاشتاج. يتغزلوا فيك ولا في خبرنا القادم في صحيفة الشرق الأوسط، تأجيل مباراة الوحدة من الخميس إلى الجمعة، والدوريون ينعشون تدريبات الأهلي قبل حجر. طبعا هذا الخبر الذي جاء في صحيفة الشرق الأوسط. طبعا محمد يحاول يبتعد عني عشان يخاف تنتقل له العدوى، لأن عندي انفلونزا اليوم.
هو تحاشى انه يبعد عني عشان ما تنتقل. المشكله الجريده هي الجريده والقلم وحير هو القلم. طيب جيتها جيتها. يترقب الجهاز الفني الفريق الاهلي بقيادة المدرب السويسري كريستيان غروس انضمام لاعبيه الدوليين ياسر المسيريم وأسامة حساوي وتيسير الجاسم وسلمان المؤشر لتدريبات مساء اليوم الخميس عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي الأول في مباراته أمام ماليزيا ضمن التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم القادمة في روسيا ونهائيات أمم آسيا في الإمارات. ويسعى المدرب لرسم نهجه الفني استعدادا لملاقاة فريق هجر السبت المقبل على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جوي الرياضية بالأحساء ضمن مواجهات دور 16 لمسابقة كأس ولي العهد. وركز الجهاز الفني في الميران على تكثيف الحصة اللياقية وتطبيق بعض الجوانب الفنية وإجراء مناورة على كامل الملعب. وما يجدر ذكره في هذا الخبر أن التدريبات شهدت انضمام المدافع الدولي المصري محمد عبد الشافي إلى بقية زملاء اللاعبين بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا القادمة. طبعا هذا الخبر الذي كان يخص الفريق الأهلاوي و يبدو أن الفريق الأهلاوي يعيش حالة انتعاش نظرا لعودة الدوليين بالإضافة إلى يبدو أن فترة التوقف هذه عادت على الأهلي بالشيء الكثير. ومن خلال هذا الخبر يعني لاحظنا أن الفراغ أو الفرحة التي اعتلت محيا مدرب الأهلي كريستيان غروس وانتظاره بكل شوق ولهفة إلى عودة الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب السعودي في مباراة أمام ماليزيا لا تعطي دلالة على أن القادم هو من الفريق الأهلاوي سيكون أحلى وسيكون مرضي للجماهير الأهلاوية وسنجد الأهلي يعود للمنافسة كعادته في دوري عبد اللطيف جميل. وهذا ما نتمناه سواء للأهلي أو للأندية الأخرى. اعتماد السيد غروس على 6 لاعبين او اللاعبين اللي كانوا متواجدين في داخل المنتخب يعني تؤيد محمد ان يكون هناك اعتماد وانتظار تاخير الاستعداد في حتى عودتهم حتى عودتهم؟ لا طبعا المفترض انه يعني يشتغل على الموجودين ولكن ويعتبرون الاساسيين المنتخب يعني عند عودتهم دعامة للفريق ودعامة جديدة أو دعامة يعني بالإضافة لما عد خلال الفترة. أعتقد أن الأهلي كما النصر كما الاتحاد يعني عليهم ثقل كبير في هذا أو يشهد معسكرهم حراك كبير على أن يعودوا بشكل أفضل تحديدا الأهلي والنصر متصدر ووصيف الموسم الماضي. الخبر اللي بعده خالد الروح. طيب صحيفة الوطن كتبت مارتن أول العائدين لتدريبات العميد. عماد عيسى هو من كتب يعد اللاعب الروماني سان مارتن أبرز لاعبي الاتحاد الدوليين العائدين إلى المشاركة في تدريبات الفريق الأول بعد أن كانت هناك أنباء عن عدم عودته مجددا للفريق إثر أنباء تحدثت عن قرب انتهاء الإدارة الاتحادية من التعاقد مع اللاعب المغربي مبارك بوصوفا أو البرازيلي جاسو إلى أن الصفقتين تعثرتا وتحاول الإدارة البحث عن خيارات أخرى قبل قفل الباب. من جهته سيكون لاعب أسترالي جيمس تروسي الورقة الجديدة التي سيعمل بها بولوني على مفاجأة نجران خلال اللقاء القادم. وميدانيا قرر بولوني أيضا إغلاق التدريبات حتى مواجهة نجران ضمن منافسات دوري 16 لكأس ولي العهد يوم غد الجمعة. خالد أواك تخيل موقف يعني سان مارتن حالات كثيرة كان أيضا فابيان حتى أدريان في النصر في لاعبين دائما محمد حسين الآن أعتقد أن في لاعبين دائما عندهم مشكلة أو لاعبين أجانب تحديدا
تراكم معنا، لا أنتم معنا، يسافر على أمل أنه هو يشهد أنه الإعلام من حوله والحراك في النادي أيضا من حوله، أنه في أي لحظة ممكن نمشيك وفي بديل. هذه العقلية الاحترافية أن يعود مارتن ويرجع مستوى الطبيعي، هو في بداية الموسم كان مفترض يمشي وكان مهدد أنه يمشي أي لحظة، وحاول أن يعمل جاهدا حتى آخر لحظة، فابيان حتى آخر مباراة وهو يعلم أنه ماشي أيضا يلعب. أتخيل هذا الموقف لو فيه من لو أنه عند لاعبينا باحترافنا الحالي، ويعلم اللاعب انه بعد مباراتين او ثلاث مباريات سيكون في الفريق الفلاني، ماذا يعني او ممكن يستغني عنه النادي وهو يعلم ذلك جيدا قبل المباراه؟ يعني كيف لو ان يتعامل مع تلك الظروف اللاعب السعودي، وهل هو نفس اللاعب الاجنبي في من ناحيه العقليه من ناحيه التعامل في هذه الحالات اقصد؟ طبعا انا بذكر لك حالات والحكم يترك للجمهور. طبعا الحاله الاولى، طبعا انا ودي اتكلم عن اللاعبين المنتخب ان العقليات مختلفه، هناك من يحذو حذو مارتن، واللاعبين المحترفين الذين يدركون اهميه الاحتراف ويدركون معنى الاحتراف ويدرك ان اللاعب المحترف عليه ان يكون جاهز في كل الاحوال، سواء كان في النادي الذي يحترف فيه او للانتقال الى نادي اخر لاكمال مسيرة الاحترافيه. خليني اذكر محمد، يعني نرجع بالذاكره لمعسكر نادي الوحده اللي كان في مصر. طبعا بعد ان انتشرت الانباء بانتقال عساف القرني من الوحده للاتحاد، كان هناك فتره اعتقد انها 6 شهور او اقل للاعب مع فريق الوحده. صحيح. واللاعب اخذ على نفسه وراح لمصر على اساس انه يشارك مع نادي الوحده في معسكر. يفترض انه خلاص لاعب وحداوي حتى انتهى المده. يعني كان في انباء ان هناك من قام بطرد كابتن عساف القرني من المعسكر وطلبه بالعودة إلى أرض الوطن، وقال أنه أنت لست من اللاعبين الذين يمثلون الوحدة، أنت لاعب اتحادي. فهنا تختلف، يعني تجد أن هناك لاعب يبادر، وتجد أن ردة الفعل من الطرف الآخر تكون عكس مبادرة هذا اللاعب. صحيح. يعني فهي تختلف، لكن مسألة أن نقف تحت معيار واحد أو مقياس معين ما أعتقد. ليش؟ لأنها هي ترتبط بالعقليات. صح. يعني نجد أن هناك عقليات لبعض المحترفين الذين يأتون إلى أرض المملكة ويشاركون مع أنديتنا، يعني نستغرب منهم بعض التصرفات التي يعني تصدر منهم بحكم أنهم لاعبين محترفين. يفترض أنه لاعب محترف يجي يعطيني صورة كاملة عن اللاعب المحترف بشكل كامل، اما انه يجي ويدخل في مشاكل ويدخل في ايقافات ويدخل في مشاكل يعني حتى مشاكل مع الجمهور. فاعتقد انها ترجع الى هم يتعاملون باحترافيه في هذا الامر، وهذا شانهم شان اي موظف متنافس عليه في اي قطاع، ان يعني يكون يصارع على او يؤدي عمله حتى اخر لحظه. خالد كلامك جدا صحيح، حتى ان بعض الانديه عندما وقع يعني لاعبينها لانديه اخرى وفي فترة 6 شهور تحديدا، غالبا يرجعونهم يحطونهم في الاحتياط، لا لشيء، مو عشان يعني النادي ممكن يخسر خدمات اللاعب، ولكن ايضا يعني لا يكون اللاعب في الفورمة. حدثت كثيرا هذه القصة في الموسم الماضي وما قبل الماضي ايضا حدثت في حالات كثيرة. طبعا فيه بعض الآراء، طبعا عندنا الخبر الأخير سنقرأ بإذن الله، ما في تعليق عليه ولكن سنقرأه. روح لخالد بعدين نقرا في الهاشتاج. طيب. هو من صحيفة الرياضية. في صحيفة الرياضية إطلاق تذاكر موسمية للثلاثي. طبعا كشف الأستاذ بدر الشمري مدير مشروع مكاني التابع للبريد السعودي عن قرب انضمام أندية الهلال والنصر والاتحاد للنادي الأهلي الذي بدأ مؤخرا بإصدار بطاقة التذاكر الموسمية لجماهيره، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الأندية الثلاثة وصلت إلى مراحلها النهائية لإصدار بطاقة التذاكر الموسمية لجماهير هذه الأندية. بنقول ان شاء الله انه يعني خطوات الاستثماريه دائما وضبط الامور في بيع
التذاكر والتذاكر الموسميه اللي تنوع المورد المالي للانديه. صحيح. يعني اعتقد ان هذه من الخطوات ومن الاشياء الملاحظ عليها في الفتره الحاليه، ونتمنى انها تستمر وتزيد. صحيح. يعني حتى لا يخرج رئيس نادي ويقول ان اعضاء الشرف لم يوفوا بوعودهم، ان اعضاء عضو الشرف الفلاني وعدنا، خلاص الان عندك مصادر دخل. صحيح. متعدده ومتنوعه. صحيح. ما عليك. طيب. لانك تعمل وفق ما يدخل خزينتك في كل ويحسب لك استثماريا. نعم. رايق يقول السؤال، هل وقت خروج اللاعبين الثلاثه كان في وقت تسوق ام كان في وقت متاخر؟ والله ما وقفت هالساعه يا رايق، لكن اعتقد انه بعد المباراه بساعات، و يعني مفترض انه التزام سواء متاخر او متقدم. قلمي عصاتي يقول اتمنى ان تفتح القناه برنامج يعني لدراسه اسباب تدهور المنتخب باذن الله. اديل يقول مباراه ماليزيا شتاء قارس للاتحاد السعودي. عبد الله الحمود، عله المنتخب ليست باللاعبين بل اداريه وفنيه وسوء اختيار. ممدوح الرويلي يعني يسال عن مباريات الاولمبيه، ساجاوبك باذن الله ممدوح بس اتاكد من الزملاء. خالد، يجب ايقاف لاعبي منتخب الثلاثه ولكن عن المنتخب فقط. نوال عمر السوم، رفض منتخب بلاده، قلنا ذلك لان هناك خلافات. كحيلان يقول من عندي طقم اقلام جديد لخالد، بيعطيك طقم كحيلان. عبد الله الحمود شكرا. نوال شكرا. محمد المتحمي وممدوح الرويلي وياسر السرحاني وفهد بن حسن وعبد العزيز الدوسري وماجد وجحفري وخلف مديمغ الكويكب وعبيش الشمري وابراهيم الهديان والعسيري ونصراوي وجنكيز النصر. شكرا للجميع بصراحه لكل من يشارك. انا اعتز في القلم هذا، انا اخذه من احد الزملاء في مجله العلاقات العامه واعتز فيه وباخذه معي. ترى ما ضيعت قلمك الهديه اللي امس يعني، لكنه يعني له استخدامات. شكرا جزيلا للزملاء في هذه الحلقة، شكرا لعبد الملك الحسيني ومن قبل سعود هيف، شكرا لهشام العقيل، شكرا للزملاء المصورين، شكرا لخالد البيشي، شكرا لكل المشاهدين الذين شاهدونا في هذه الحلقة، شكرا للمغردين وشكرا لمن أهدانا حسنات في هذا اليوم الفضيل. نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم بخير، إلى اللقاء، كونوا في رعاية الله.